بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. التربص معناها كان معناها تعدى في ظروف طيبة، معناها كل شيء اللي حبيناه معناها لقيناه من ملعب، من ظروف إقامة، من ظروف تمارين، معناها كل شيء معناها كان على حسب ما يرام كيف معناها اللاعبين حالة باهية. التربص هذايا كان خاصة معناها أكثر معناها زدنا لحمة بين اللاعبين أكثر، كانت الأجواء طيبة بيناتهم. تعدى بالنسبة لنا احنا تعدى كما نحبوا، لأن سيكونوا ديسبلين اللاعبين معناها كانوا مثاليين تقريبا إكزومبلير. سيكونوا معناها انفستيشمون في الخدمة وكل شيء زاد كيف رغم اللي تعبوا، نعرف ثم شوية سوفرونس منهم في بعض الحصص التمارينية، ولكن هذاك هو الغاية منه اللي جينا هنا. دونك نتخيل اللي تربص كان معناها بالنسبة لنا احنا موفق، والاختيار المدينة هذه اللي معناها تعود عليها وفاق ستيف يظل لي اختيار معناها صعب، خاصة معناها لقينا الحاجة اللي زادت ستاج معناها التربص هذا زادت معناها افيكاسيتي. يظل لي هو اللي دو ماتش اللي لعبناهم، خاطر لعبنا دو ماتش دو دو دو, دو كاليبر، معناها دو ماتش دو نيفو في مستوى طيب مع زوج فرق اللي لعبنا معاهم، لقينا الانتونسيتي واللي دويال، ولقينا كل شيء، لقينا اللي حبينا به معناها تكملة للخدمة اللي خدمناها كسواء الجانب التكتيكي أو خاصة الجانب البدني. في الأخير هذه على تطبيق بعض مش الخطط ولكن بعض الاوتوماتيزم اللي قاعدين نخدم عليهم، راضي على المستوى البدني وصول اللاعبين زاد كيف المقابل هذايا، راضي على البوسيون اللي كانت معناها بوسيون قوية مع الفريق المنافس، وكنا موجودين معناها سور بلون اتليتيك معناها كسوا دي ديوير ايريان ولا كورسوات، كنا موجودين زاد على تهديد المرمى، لأنه طلع ضد فريق اللي اليوم نعرفوا فريق اللي معناها على مستوى نقولوا نحن موجود في تقريبا في اوروبا ليك كيف الاول فيما في البطوله نتاعو في رومانيا، ومعروف معناها معروف كيف الفريق الاول راه مستوى لا باس به مع الفريق الاولاني، ولو انه المقابله خلقنا فيها اكثر فرص ولكن التسليم كان غايب. المقابله الثانيه معناها اللاعبين كانوا اكثر انضباط واكثر معناها تطبيق، خاصه هذاك اللي فرحنا في الاخير. الانتصار في مباراه وديه او لازمه ما يعنيش حاجه كبيره، ولكن المستوى اللي قدموه خاصه معنا تطبيق بعض الحاجات اللي طلبناها منهم وظهورهم في المستوى البدني رغم الشارج اللي كان موجود، يعني كان معنا انتم معنا شفتوا قبل 43 كانت شارج كبيره نتاع خدمه مع اللاعبين، دونك كانوا موجودين على المستوى البدني وهذاك اللي حبيناه والحمد لله. واحسن حاجه في هذا كل احسن حاجه اللي فرحتني انا كمدرب وفرحت معناها الاطار الفني كله، انه خرجنا السنه هذيا من غير اصابات رغم الشارج دو ترافاي ورغم دو ماتش اللي عملناهم في مستوى معناها عالي تسمى على المستوى خاصه البدني. والله شوف هو بالطبيعه مش ماهيش 100%، ولكن ديما بور تروفي معناها الاوتوماتيزم باش تعود مع لاعب سواء في الكومبورتمون نتاعو ولا في الرواق نتاعو تعود بلاعب صح؟ طبيعي جدا انه لازم يلعب مع اكثر من مقابلات، ولكن مازال بكري على مقابله الاتحاد العاصمه، الكونفيرونس مفتوحه، شفنا معناها حتى المباراه الاثنين تاع المولديه لاخر نهار مازال معناها احنا ثم شكون ما يعرفش روحه باش يلعب، دونك مازال عندنا رضواني برا قاعد مازال ما رجعش من الاصابه، مازال في استيران زاد مازال باش نلقاو حل معناها التعويض اللاعب جحنيت، وانه نلعب بالمباريات هذوما برشا الناس تتساءل يمكن علاش نلعب بالمباريات هذوما. بالطبيعه تحنيت هو مش باش يقعد لنا تحنيت من بعد باربع ايام باش يلعب مقابله في نهار 8 ان شاء الله يكون موجود معنا في مقابله وهران. دونك وزيد النقص نحن العدد نتاع اللاعبين، تعرف اللي خدنا المباريات بس باش نلعب تقريبا. دونك كيف بوصول تعرف اللي كانت عنده اصابه غير ورجعنا تدريجيا، دونك خيرنا وانه يبدا ديزيمي تان باش نبعدوا على الهاجس نتاع الاول الاحتمال نتاع الاصابه نتاعو، دونك الحمد لله هذاك اللي صار. ان شاء الله نهايه المباراه تاع الاتحاد العاصمه الناس الكل تكون واجده وبعد يصعبوا علينا الاختيار، دونك مازال بكري على المقابله. والله شوف انا قلت نحتاجوا للتدعيم، ولكن ما قلتش ناخذوا لمجرد الريكروتي. ريكروتي فور ريكروتي انا ضد الشيء هذا، وقلت في العديد من المرات يا لقينا حاجه خير من اللي عندنا يا ما ناخذوش، نقعد بالظروف الموجوده عنده وساتيسفي مع الجروب هذايا، مع ثم عندي زوج ثلاثة لاعبين إن شاء الله باش يطلعوا معايا لما ندخل ستيف اللي هما دارفلو وعمورة ودالي باش يكونوا معنا موجودين،
مع المجموعه هذه، ولكن حبينا التدعيم برشا. الناس زاد ممكن تستغرب ليه، خاطر نحن موجودين توا يمكن في طليعه الترتيب الهدفي، معناها احسن نجوم او التقانا في المراكز الاولى. معناها انا حبيت تدعيم، حبيت نوعيه معينه لتدعيم الخط الامامي، حبيت لاعب دو تاي يكون تاي باهي، معناها يكون جبري. حبينا نوعيه هذيك، شفنا زوز ما وفقناش ربي في الاخير، ما ضيعناش فرص كبيره معناها، لانه تعرف انت هذه الماركاتو نتاع هذا نتاع ديسمبر ماكش تلقى حاجه كبيره في السوق، دونك باش تنجم تريكروتي نتاع السيف من هنا تخدم 6 اشهر قدام تختار وتكونتاكتي وتراقب كل شيء. دونك ما خديناش، انا بالنسبه لنا ساتيسفي، حبينا ندعم خاصه الخط الامامي بلاعب معين، لاعب في معناها بروفيل معين، ما لقيناهوش ما ناخذوش. الاولاد عندنا ان شاء الله احسن بالنسبه لنا، احسن تدريب بلا ما ريكوبيري وبوغلمون، احنا بوغلمون هذاك معناها تدعيم هام. كيف عندنا مليك وعندنا غش اللي قاعدين يسجلوا قاعدين يعملوا في ماتشات باهيين، كيف موراهم السعيدي اللي موجود معناها اللي تقدم في المباراه ان شاء الله يزيد اكثر ويرجع لمستواه اللي حد يلعب وين. كيف عندنا معناها ياسر برباش اللي بدا ياخذ كوم جو وبدا زاد كيف يرجع كخمسه لاعبين الله يبارك، ولكن حبيت على نوعين واحد ما لقيناهاش، نخدم على روحنا بالجروب موجوده وان شاء الله باذن الله موجودين. نحن ما انا حكيت على 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 الليم داتاك معناها هو لانه في الايام الاخيره اللي قربنا منه اكثر هو انا تاكون ما وفقناش فهمت، ولكن انا بالنسبه لي انا الى وقت الريكوبيري فرحاني ليكيب ترجع فرحاني، وقت يكونوا معك من ناحيه، وقت كيف بوسوف ولا غشا يكونوا على المستوى الذهني معناها ميغي انا معاك والكونتراتوات نتاعهم لما تريكوبيري يا حبيب بوغلمونا هذا من الكل، هذا الكل بالطبيعه انتدابات وممكن احسن من انتدابات، لانه في الاخير الوقت هذا في السوق شنو موجود؟ اسكو انا راتي حاجه كبيره؟ هو تاع الترقيع موجود هذا، لو كان عاد نشد ولادي خير من خير نمشي نشوف حاجه وندخل بلبله في المجموعه، كان لقينا حاجه واو اكسترا اوردينير اوكي ما نجيب باش نجيب ولا باش يستفاد الناس. انا بالنسبه لي انا لا، انا هذا البرانسيب نتاعي، دونك الحمد لله المجموعه نتاعي موجوده، مجموعه قاعده متجانسه، مجموعه قاعده تخدم، مجموعه قاعده تتمن فهمت، مجموعه تستنى في جمهورها ان شاء الله اللوكات يكون موجود كثافه كبيره باش ننطلقوا، لانه الانطلاقه ديما مهمه جدا، الانطلاقه ديبار ديما مهم جدا سيرتو لو بلون. ان شاء الله نكون موجود، ان شاء الله الجمهور نتاعنا يكون موجود، لوكات كثافه كبيره، نكون ان شاء الله الملعب 8 ماي يكون فل ان شاء الله. والله شوف هو انا ممكن الملاحظين اقربني، انا من قلت من نهار الليلي من اول انترفيو من اول كونفرنس انا قلت ما تخيلش الوفاق يلعب في مراتب غير المراتب الاولى، هذا قلت دونك بالنسبه لي انا ماهوش في دغري، دونك اللي قلته هذاك هو تو موجود ما تخيلش الوفاق وما نجمش نحكي ومش معقول ومش مقبول بالنسبه لي انا. وفاق ولو مر بظروف كبيره معناها ولو وقت اللي جيت انا هذاك الواقع، ولكن الحمد لله الوفاق لانه باسمه عنده التراديسيون نتاعه وعنده الهيبه نتاعه، دونك الوفاق باذن الله باش يكون موجود في المراتب الاولى باذن الله. وين بالضبط ما نعرفش، ولكن باذن الله باش يكون موجود في المراتب الاولى، لانه المجموعه هذه حابه تعمل سنة حاجه وتحس فيها، لانه شفنا حتى في ستار شفت معناها الخدمه اللي خدموها والتعب اللي تعبوه، رغم ذلك معناها كانت الاجواء طيبه جدا وما ثماش حتى انسيدون، معناها زيرو فوت تقريبا ستار 14 جور كانوا اكزومبلير سو تو لي بلان. دونك المجموعه هذه حابه منا مع الجمهور معنا، انا نتخيل الجمهور مش معنا، الجمهور قدامنا ونحن وراه ان شاء الله باذن الله موجودين. شيخ لاعب الناحيه وفرحه الناحيه يكونوا واجدين لقاء اتحاد العاصمه ولا مازال؟ لا الاثنين ان شاء الله اثنين مازالوا مش موجودين. مش معقول انه لاعب 6 اشهر عنده تكون ملعب كوره ولاعب 5 اشهر واقف على كوره، نجيب بعد 9 ايام او 10 ايام ونقولوا هذا لاعب باش يلعبوا في ماتش مقابله في قيمه اتحاد العاصمه في النيفو هذاك في ال... وفي ال... وفي ال... وفي, ال... وفي الانتونسيتي هذيك، دونك هذاك بالنسبه لي انا مغامره اليوم. دونك نحن عندنا فما دي بارام سيونتيفيك يلزم تحضروا اللاعب وقت يكون غياب طويل، هو حتى لي روبير نتاع تيران يلزم نحضروا دو ماتشين فو ثلاث ماتشين فو يلعبوهم باش ياخذوا النسق وياخذوا لي روبير نتاع تيران، وبعد اوف نبداو ناخذوا فيهم شوي بشوي ومازال الشامبيونات طويله. دونك ما نجوش نحن دونك مش معقول، دونك بالنسبه لي انا مش موجودين ما همش كونسيرني، وقلت لهم راهو هما قلت لهم قدم ملعبية، قلت لهم راهو فرحان وبن يحيى يبغى بارتير مع الجروب نتاع ماتش اتحاد العاصمه، وحتى الاسبوع هذاك تقريبا مش كنا موجودين، ثلاثه ماتشات هذوك صعيب شوي، ممكن الماتش الثاني ممكن ولكن صعيب زاد شوي لانه ثم دي بارام
كسوا سيونتيفيك ولا فيزيك ولا تعملوا ماتش اثنين ثلاثة أميكالي يلعبوا باش ياخذوا لو ريتم وياخذوا لي روبير نتاع التيران اللي هو فقدوه عندهم خمسة ستة أشهر واحد خمسة أشهر واحد ستة أشهر دونك سي با بوسيبل. فريق اللي كان نبي تربي حاجة أخرى سامحني حاجة أخرى يلزمهم يلزمهم ترافاي دور بور كان بلاصة نتاعهم. لازم يخدموا برشا باش ينحي البلاصة خاطر سي با ايفيدون معناها باش يحضر يدخل ويلعب لا لا ما نجمش انا كيف كي قال ما نجمش انا اذا كان كمل الكيب قاعدة مثلا تكمل تفوز وبشوية اقناع مش ما نقولش برشا اقناع معناها سايب وانا باش نمس الكيب دونك ايفوار معناها ترافاي دور بقول اراش باش 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 يفك بلاصة صح دونك فوالا انا راهو كي نقول معناها ستاج تاع ديكزومبل وكل ظروف إقامة طيبة وكل ظروف تمارين حاجة هايلة في مستوى عالي معناها ونقول دو ماتش كي تلقى معناها سبونسور يوفر لك دو ماتش في القيمة هذيك مش بالساهل باش تلعب ضد فرق معناها في المستوى هذايا في الفترة هذايا في ظرف وجيز دونك أنا برافو للناس اللي صارت على تنظيم الترابس هذايا اللي هو السبونسور ما قلت قلت له المانجمنت قلت له نحن واجدين انتم واجدين ان شاء الله نحب من يهود كما قلت من بعد ماتش المنديه قلت 8 ماي 8 ماي نحب التيران لوكاد ان شاء الله نكون فوز كيما كيما عاونتنا جمهور الصيف لانه راهو انتم القوه نتاعنا لان نحن نخدموا كل شيء ولكن انتم ما نسوا حتى شيء. شكرا.